السيسي وميركل يتفقان على ضرورة وقف التدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا. مصابون من الجيش العراقي جراء سقوط صواريخ على قاعدة تضم جنودا أمريكيين في صلاح الدين. وفرنسا وبريطانيا وألمانيا تحث إيران على احترام الاتفاق النووي. التاسعة مساء السابعة في جرانيتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع دينا زهرة. أهلا بك دينا. أهلا بك شادي، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتباحث بشأن الوضع في ليبيا. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن ميركل أطلعت الرئيس على الجهود والاتصالات الألمانية الأخيرة ذات الصلة بالملف الليبي سعيا لبلورة مسار سياسي لتسوية القضية. وقد تم التوافق في هذا الصدد على أن أي مسار لحل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية يجب أن تتم صياغته في إطار شامل يتناول جوانب القضية كافة، وكذلك تقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة. أكد الرئيس السيسي مكانة الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية لمصر والتي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل. جاء ذلك خلال استقباله بقصر الاتحادية رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. وصرح سفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه خلال اللقاء تلقت الرؤى حول ضرورة استمرار العمل على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الليبية بما يحافظ على المؤسسات الوطنية في ليبيا ويصون سيادتها ووحدة أراضيها ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي. وصرح سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالسيد شارل ميشيل في القاهرة في أول زيارة له إلى مصر عقب توليه مهام منصبه الجديد كرئيس للمجلس الأوروبي، مؤكدا سيادته مكانة الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية لمصر والتي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل، ليس فقط لكون الجانب الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، وإنما في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط. من جانبه تقدم السيد ميشيل بالشكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين لقاهما في القاهرة، مسمنا في هذا الصدد العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر، خاصة في ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دوليا وإقليميا، فضلا عن كونها محورا للأمن والاستقرار في المنطقة. كما تطرق اللقاء إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة، لا سيما تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تلقت الرؤى حول ضرورة استمرار العمل على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الليبية. رئيس المجلس الأوروبي أعرب عن التقدير لجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف، مؤكداً أنها تعد نموذجا ناجحا في التعامل مع تلك التحديات. كما تطرق السيد ميشيل إلى أفاق التعاون الثلاثي مع مصر في مجالات التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الإفريقية، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، حيث أشار السيد الرئيس في هذا الصدد إلى فرص توثيق التعاون مع الاتحاد الأوروبي في إفريقيا، معربا سيادته عن استعداد مصر للانخراط مع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ مشروعات تنموية لتعزيز قدرات الدول الإفريقية. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وذلك بمناسبة توليه مقاليد الحكم في سلطنة عمان. وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بالتوفيق للسلطان هيثم بن طارق في استكمال جهود البناء ومسيرة التنمية، كما أكد متانة العلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين.
تنفذ المنطقة الشمالية العسكرية بتعاون مع القوات البحرية وعناصر من القوات الخاصة عددا من الأنشطة التدريبية في إطار فعاليات المناورة قادر 2020. حينما تحين اللحظة التي يترقبونها، تراهم يتسابقون لتنفيذ مهامهم بكل تفاني وإخلاص. إنه نداء الوهج، فمصر ملء القلب والعين. رجال القوات المسلحة المصرية يعلنون عن أنفسهم المناورة قادر 2020، حماية وطن. نفذت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع القوات البحرية وعناصر من القوات الخاصة عددا من الأنشطة التدريبية في إطار فعاليات المناورة قادر 2020، والتي تنفذ على كافة الاتجاهات الاستراتيجية برا وبحرا وجوا بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة، حيث قامت وحدات المنطقة الشمالية العسكرية برفع درجات الاستعداد والاصطفاف والتفتيش وتحميل المركبات والمدرعات والتحرك إلى مناطق عملها بالناقلات والسكك الحديدية في إطار خطة الفتح الاستراتيجي. كذا إعادة تمركز كتيبة صاعقة لتنفيذ مهام قتالية خاصة على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي. كذلك نفذت تدريبا مشتركا لتأمين ساحل البحر المتوسط لصد إبرار بحري معاد بالتنسيق مع القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة، مع تنفيذ أعمال القيادة والسيطرة من مركز العمليات المتقدم بقاعدة محمد نجيب العسكرية. القوات البحرية قامت من مناطق عملياتها بتأمين الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة، وتستمر في تأمين المنشآت الحيوية بالبحر وبالمياه الإقليمية والاقتصادية. كما قامت بتنفيذ العديد من الأنشطة القتالية في المرحلتين الأولى والثانية، شملت تنفيذ عملية برمائية على ساحل البحر المتوسط بالتعاون مع القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي. وتم تنفيذ عدد من الرمايات لعدد من التوربيدات والفرقاطات وطائرات الهل المحمولة بحرا، هذا بالإضافة إلى وحدات مكافحة الغواصات. كما قامت القوات البحرية بتعزيز إجراءات الأمن البحري بمسرح عمليات البحر المتوسط والأحمر وتأمين الممرات الملاحية الدولية. قوات الصاعقة
قامت بتنفيذ بعض الأنشطة التدريبية تضمنت اصطفافا وتحميلا لعناصر من الوحدة 3 تسعات قتال بواسطة عدد من الطائرات مختلفة الطرازات. كما قامت بتنفيذ الإبرار البحري لوحدة صاعقة محملة على عربات هامر بالوسائط البحرية من حاملة المروحيات وتكليفها بمهمة الاستيلاء على رأس شاطئ وتأمينه، وذلك بالتعاون مع القوات البحرية والجوية. المناورة قادر 2020، حماية وطن. عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية برئاسة السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، عقدت اجتماعها الأول لعام 2020. تناول الاجتماع ما قامت به مختلف الوزارات وشركات القطاع الخاص لتطوير وتنمية التعاون مع الدول الإفريقية خلال عام رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وكذلك الخطط والبرامج لهذا العام الجديد. يأتي ذلك في إطار استراتيجية تنمية العلاقات المصرية الإفريقية وعلى رأسها مشروعات الربط الكهربائي التي تقوم بها مصر مع عدد من الدول الإفريقية. أكد رئيس مجلس النواب علي عبد العال أن عناصر الحل السياسي في ليبيا موجودة ومتوفرة، وفي كلمة له بمقر البرلمان المصري شدد عبد العال على ثوابت موقف مصر تجاه الأزمة في ليبيا وفي مقدمتها احترام إرادة الشعب الليبي وضرورة التوصل إلى حل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة وسيادة ليبيا. نحن في مجلس النواب المصري نؤيد وندعم الموقف الشجاع الذي اتخذه مجلس النواب في رفض هاتين المذكرتين باعتبارهما لا نيتين ولا اثر لهما من الناحيه أكد رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح خلال زيارته إلى مقر مجلس النواب المصري أن الميليشيات المسلحة خرقت وقف إطلاق النار، وأشار صالح في تصريحات له إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار مشروط بالتزام الطرف الآخر، وبالتالي لن يكون هناك وقفا لإطلاق النار عقب الخروقات. وأكد رئيس البرلمان الليبي أن موقف مصر واضح في مساندة الشعب الليبي. نحن أيها السادة أمام تاريخ يحدنا سوى كل ألوم، وعندما تعجز الأمم عن اتخاذ مواقف جادة وتهتز العداله وتفقد القوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإصلاحية ويحمل التوحش عن نفسه دون تردد أو خوف، لكن التاريخ بإعادته لنفسه لن ينسى أن يسجل في قادم الأيام
لله ونصره وللمرة الثالثة وبحروف من دماء زكية صفحات جديدة تضاف إلى صفحات جهاد الأجداد والآباء ونضالهم جهاد الأحفاد وتضحياتهم على شواطئ ماذا ستا قدم محتد إلا ومجرم ولا يدب امتدت إليها بسوء إلا وقطعت. رحبت مصر بوقف إطلاق النار غير المشروط في ليبيا، وأكدت مجددا في بيان لوزارة الخارجية على أهمية العودة إلى العملية السياسية ممثلة في عملية برلين وجهود المبعوث الأممي وكذلك الدعم لحل شامل يحفظ أمن ليبيا ودول الجوار، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الاستمرار في مكافحة التيارات المتطرفة وإبداء الحزم اللازم في التعامل مع كل تدخل خارجي يقدم الدعم لهذه التيارات ويرسل المقاتلين الأجانب إلى الأراضي الليبية، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار يعد خطوة أولى يتعين بعدها تنفيذ ما يتعلق بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي تشكيلا سليما. رحبت جامعة الدول العربية باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، وفي بيان لها دعت الجامعة العربية الأطراف الليبية إلى الالتزام بوقف العمليات القتالية والانخراط في ترتيبات دائمة لاستئناف المسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي غسان سلامة ووفق الإطار العام الذي تدعمه عملية برلين. بحث رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في اتصال هاتفي الوضع في ليبيا، وقال الكرملين إن الاتصال تناول تبادل الآراء حول الوضع في ليبيا وجهود تسوية الأزمة، حيث شدد الزعيمان على أهمية التزام طرفي النزاع بوقف إطلاق النار المعلن، معربين عن استعدادهما للمساهمة في التحضير لمؤتمر دولي حول ليبيا يعقد في العاصمة الألمانية برلين. أعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوبي العاصمة طرابلس، وقال الجيش الليبي إن الطائرة المسيرة التركية كانت تطلق قذائف جنوب طرابلس رغم الهدنة المعلنة. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا من بنغازي العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي. مرحبا بك سيادة اللواء على إكسترا نيوز. إذا يعني في هذا في تسيير هذه الطائرة التركية المسيرة خرق طبعا للهدنة المعلنة منذ منتصف الليلة الماضية، القوات المسلحة قالت بشكل واضح أنه سيتم الرد بشكل قاسي على أي خرق لهذه الهدنة. يعني لو تضعنا في حيثيات استهداف أو إسقاط هذه الطائرة المسيرة سيادة العميد. طبعا يعني هذه اللحظة تم تسجيل 30 خرق من قبل الميليشيات في أكثر من جبهة، ولكن طبعا قواتنا كانت تتعامل مع هذه الخروقات المسؤولية، وعندما تقدمت طائرة من الطائرات التركية لتحمل قذائف من نوع الهاون تم التشويش عليها وهزالها والسيطرة عليها، لم يتم إطلاق النار. يعني هذا تقدم مهم جدا في مكافحة طائرات المسيرة التي تأتي لتقصف قواتنا. طبعا الميليشيات اليوم أصدرت أو فرضت على حكومة الخيرات أن تصدر بيان بأنه لا يمكن وقف إطلاق النار إلا بالعودة إلى ما كانت عليه القوات في شهر 4، وهذا طبعا يعكس تماما ما وافقت عليه الحكومة غير معترف بها والغير شرعية الليلة البارحة بوقف إطلاق النار على الوضع الحالي للقوات، وهذا ما يؤكد تحكم وطبعا هيمنة الميليشيات على هذه الحكومة التي لم تثبت يوما أنها قادرة على فعل شيء وإنما هي متهمة لهذه الميليشيا. طيب كان هناك أكثر من خرق الهدنة كما ذكرت حضرتك سيادة العميد، وهنا رد الجيش الليبي، وبالتالي السؤال هل ستصمد هذه الهدنة طويلا؟ إذا جئنا لتصرفات الميليشيا فهي لم تصمد، وهي هي لم تصمد أصلا باعتبار أن هناك خرق تم، ولكن لأن طبعا هناك طيب يعني هل تعلنون انهيار الهدنة؟
لا هي لم تصمد باعتبار انها تم الخرق، ولكن يعني بحكمه القياده العامه وغرفه العمليات حتى الان، لان الخروقات لم تصل الى قدر يؤثر على قواتنا، كانت هي عباره عن قذائف واسلحه رمايات عشوائيه ورمايات بمختلف انواع الاسلحه التي يملكونها. ولكن في كل الاحوال نحن تعاملنا مع هذا الموقف لكي نثبت اننا جيش مسؤول، وان القوات السلحه يهمنا جدا ان تكون يعني ان نغلب المصلحه التي تقول اننا الغايه والغرض الاساسي من هذا العمل العسكري هو القضاء وتفكيك الميليشيات التي تعرقل اي تقدم او اي استقرار في ليبيا، وبالتالي لابد من القضاء عليها. يمكن القضاء عليها باسلوب سياسي، يعني لان المعركه هناك معركه سياسيه ومعركه عسكريه ومعركه امنيه واقتصاديه وغيرها من المعارك. المعركه السياسيه ايضا تترجم او يعني يتم ترجمه الواقع العسكري من خلال او انجازات الواقع العسكري على المعركه السياسيه. الان نحن نملك 85% من الارض في طرابلس، يعني في قبضتنا تقريبا طرابلس، بقي يعني مسافة بسيطة أو مساحة بسيطة جدا تملكها الميليشيات، بالتالي نحن الآن أقوى، نحن الآن أقدر، وطالما أن الغرض أو هذا الاتجاه السياسي يؤدي إلى تحقيق الغرض من العملية العسكرية أساسا، فلا بأس أن نتخذ هذه الخطوة طالما أنها تقودنا إلى المبتغى. طيب، في ضوء هذه التطورات سيادة العميد، على ما تعكفون الآن؟ ما هي ما هو الوضع الحالي وما هي خطوتكم المقبلة؟ بالتأكيد نحن الآن هناك الوضع، يعني الجانب السياسي له شروط وله مباحثات وله توابط انطلق منها، وبالتالي نحن الآن ننظر بعينين، عين التي تنظر إلى المعركة العسكرية على الأرض وعين تنظر على الجانب السياسي، ونتعامل معهما الأثنان معا وفقا لما يحقق المبتغى لكل الليبيين وطموح شعبنا في الاستقرار وتحقيق الأمن. نعم، شكرا جزيلا لك العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي. ارتفعت حصيلة مصابي الاشتباكات التي اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن قرب جامعة واسط جنوبي العراق إلى 59 شخص. هذا وقد اندلعت الاشتباكات عقب توجه العشرات من المتظاهرين إلى مبنى قيادة شرطة محافظة واسط بعد وقت من توجيه رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي بتشكيل لجنة تحقيق في استهداف المتظاهرين في محافظة كربلاء. أصيب 4 من منتسبي القوة الجوية العراقية بينهم ضابطان إثر تعرض قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين للقصف. وأوضحت خلية الإعلام الأمني أن 8 صواريخ كاتيوشا استهدفت القاعدة التي تستضيف قوة أمريكية. بحث رئيس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي مع السفيرين البريطاني والفرنسي لدى بغداد بحث التطورات في المنطقة. وقال مكتب عبد المهدي أن اللقاء تناول بحث جهود التهدئة ومنع التصعيد في العراق والمنطقة. قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله إن قاسم سليماني كان مندوب النظام الإيراني في المنطقة، وأكد نصر الله دور سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في سوريا والعراق واليمن، مشيرا إلى أن زيارات سليماني لبنان كانت عديدة. كان سليماني قد قتل في ضربة أمريكية خارج مطار بغداد. قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن إيران ستعلن خلال الأيام المقبلة عما وصفه بانتصار كبير على الولايات المتحدة. وأضاف سلامي أن تحطم الطائرة الأوكرانية لم يسمح لإيران حتى الآن بأن تكشف الأبعاد الكاملة للانتصار الذي حققته بقصف القاعدتين الأمريكيتين في العراق، مشيرا إلى أن بلاده ما زالت على أهبة الاستعداد لمواجهة الولايات المتحدة.
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة إيران إلى عدم قتل المتظاهرين على حد تعبيره في تغريدة له على تويتر، وطالب ترامب النظام الإيراني بإعادة الإنترنت وبترك الصحفيين يعملون بحرية. قال وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر إن عرض إدارة ترامب الخاص بتفاوض حول اتفاق نووي جديد مع إيران دون أي شرط مسبق ما زال قائما. أضاف أسبر في تصريحات إعلامية أن واشنطن لا تتوقع المزيد من العمليات العسكرية الإيرانية انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، مضيفا أن الحكومة الإيرانية قد تكون مهددة من الداخل إثر اعترافها بإسقاط طائرة مدنية أوكرانية. قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أدانا احتجاز إيران للسفير البريطاني في طهران لمدة وجيزة، وذلك بعد أن تحدثا هاتفيا. وأوضح المتحدث أن الطرفان أكدا خلال الاتصال أيضا التزامهما المستمر بالحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، كما ناقشا حادث الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران عن طريق الخطأ. أكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا التزامهم بالاتفاق النووي مع إيران، واعتبر قادة الدول الثلاث في بيان أن التطورات الأخيرة أبرزت دور إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة عبر الحرس الثوري وفيلق القدس. استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى إيران روبرت ماكير على خلفية مشاركته في الاحتجاجات المناهضة لحكومة البلاد. وفي بيان لها قالت الخارجية الإيرانية إن استدعاء السفير البريطاني جرى بسبب ما وصفته بالسلوك غير المتعارف عليه خلال المشاركة في تجمع غير قانوني وسط العاصمة طهران. كثف المحتجون الإيرانيون الضغوط على قادة البلاد مطالبين بتنحي كبار المسؤولين بعدما أقر الجيش بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ، يأتي هذا فيما عززت الشرطة الإيرانية وجودها في العاصمة طهران، وذلك بالتزامن مع الاحتجاجات. وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل الدموع على آلاف الإيرانيين في العاصمة، حيث ردد الكثيرون منهم شعار الموت للديكتاتور في إشارة إلى المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي. قال مصدر عسكري إن فصائل مسلحة تابعة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي شنت هجوما صاروخيا واسعا استهدف أحياء عدة في مدينة حلب شمالي سوريا، ما أسفر عن سقوط قتلى. أوضح المصدر أن تلك الفصائل المسلحة استهدفت بأكثر من 40 قذيفة هاون وصاروخ أحياء النيل وشيحان والشهباء والزهراء في حلب خلال أقل من 12 ساعة. أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة سقوط ما يقرب من 44 مسلحا من قوات الحوثي ما بين قتيل وجريح خلال تصدي القوات اليمنية للهجمات التي شنتها القوات على مديرية حيس ومناطق أخرى بالحديدة. أوضح المركز أن القوات كبدت قوات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح إضافة إلى تدمير عتادهم العسكري ومنها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حمدان دقلو عزم الحكومة على تحقيق السلام في دولتي السودان ودولة جنوب السودان. ولدى لقائه مبعوث الرئيس الكيني للسلام في جنوب السودان أشار دقلو إلى أن الخرطوم ستدفع نحو تحقيق السلام في جوبا والمساعدة في تكوين الحكومة الانتقالية بها. انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع 14 للتعاون القطاعي بين الجامعة ومنظمة الأمم المتحدة في إطار تنفيذ قرار القمة العربية التنموية الرابعة في بيروت باعتماد الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد ومواصلة التعاون بين المنظمتين. المهم الآن خاصة بعد ما شاهدنا العديد من الدول العربية ما تعاني من حروب وآثار الحروب، من وجود كثير من الفئات المختلفة في المجتمعات اللي تعرضت للفقر، وفقر طبعا احنا بنقول عنه متعدد الأبعاد لأنه هو يشمل العديد من المجالات. الآن الاجتماع يأتي بإطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة في تنفيذ
هذا الإطار الاستراتيجي، وكل منظمة من المنظمات حسب الأجندة التي تتعامل فيها، سواء كانت تحدث عن الإنسان بشكل عام، تحدث عن فئات مختلفة منها النساء والأطفال وغيرها في المجتمعات المختلفة. طبعا هذا الإطار يأتي في لدعم جهود الدول العربية لتنفيذ طبعا خطة التنمية المستدامة 2030، لا سيما الأهداف الأول والثاني وكل الأهداف والغايات ذات الصلة بالفقر متعدد الأبعاد، اللي هو بيتعلق طبعا ليس فقط مسألة الفقر البشري، ولكن بنتكلم أيضا على الفقر المادي البشري، التعليم، الصحة، جودة الخدمات، الخدمات الاجتماعية، المهم كل ما يمثل حياة المواطن العربي وخاصة الفقير وأيضا الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة وكبار السن. طبعا ظاهرة الفقر في العالم العربي ظاهرة تستحق الاهتمام منا جميعا. بدأنا في معالجة موضوع الفقر من منطلق قياس الفقر فقط من منطلق دخل الفقراء، فكان التعاطي مع هذه الظاهرة غير كافيا. يعني كان الاستنتاج أن الفقر أبعاد أخرى، التعليم والصحة والحصول على الخدمات الاجتماعية الكافية للخروج من الفقراء من مستوى الفقر إلى مستوى المقبول والمطلوب. تجمع مواطنون أتراك في سلاسل بشرية رفضا لمشروع قناة اسطنبول الذي يصر نظام أردوغان على إنشائها. ندد المتظاهرون بخطورة المشروع على البيئة والمواطنين وعلى المدينة. ذكرت وسائل إعلام تركية أن قصا أشوريا من كنيسة ماري عقوب جنوب شرق تركيا تم اعتقاله الجمعة الماضية إلى جانب 2 آخرين، ولم يعرف بعد سبب اعتقال الكاهن المنتمي للأقلية الأشورية والبالغ عددها 25,000. يذكر أن الأشوريين إلى جانب الأرمن تعرضوا للمذابح والتهجير القسري من قبل القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى. كشف تقرير ألماني رسمي عن تضاعف عدد الأتراك الذين قدموا طلبات اللجوء في البلاد منذ حملة القمع التي شنها إردوغان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي يتهم فيها حركة فتح الله جولان. وذكر التقرير أن نحو 11,000 من الأتراك طلبوا اللجوء بألمانيا في العام الماضي مقارنة ب 5,000 في العام 2016، ووافقت الحكومة الألمانية على 47.4% من طلبات اللجوء المقدمة من الأتراك في عام 2019. يقدم رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب عرضا جديدا للنقابات العمالية بشأن مشروع قانون التقاعد، وقال إنه من الممكن أن يشكل أساسا للتواصل إلى حل وسط. جاء ذلك في أعقاب تنظيم النقابات العمالية لاحتجاجات في أنحاء البلاد ضد إصلاح أنظمة التقاعد والذي يتبنى الرئيس إيمانويل ماكرون. كان إضراب ضد الإصلاحات أصاب النقل العام في العاصمة الفرنسية بالشلل منذ بداية شهر ديسمبر وتسبب في اضطراب حركة القطارات. قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس أنه على بريطانيا الاستثمار في المعدات الدفاعية كي يقل اعتمادها على التخطيط الجوية وطائرات التجسس الأمريكية في الصراعات في المستقبل. أوضح بن والاس أن المخاوف من انتهاك الولايات المتحدة خلال رئاسة دونالد ترامب سياسات انعزالية على نحو أكبر جعلته يشعر بالقلق، مشيرا إلى عدم صحة افتراض أن بريطانيا ستظل دائما جزءا من تحالف أمريكي وأنه على الحكومة البريطانية وضع خططها بناء على هذا الأساس. أعلن متحدث باسم الشرطة بولاية كولورادو الأمريكية إصابة 5 أشخاص إثر قيام مسلح بإطلاق رصاص عليهم وفراره هاربا. وقال المتحدث إن المصابين نقلوا إلى المستشفى في حالة خطرة، مضيفا أن الحادث وقع أثناء حفل داخل مجمع سكني، فيما لم تتوافر أي تقارير حتى الآن عن دوافع ارتكاب الحادث.
أعلن رئيس أبخازيا راؤول خاجيمبا استقالته من منصبه. تأتي الاستقالة على وقع احتجاجات شعبية في البلاد اقتحم خلالها المتظاهرون يوم الخميس الماضي مبنى إدارة الرئيس اعتراضا على المنظومة القضائية وتدني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ومستوى الفساد في البلاد. أظهر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ارتفاع معدل نمو الاقتصاد إلى 5.6% عام 2018-2019، وفي إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على أهم المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2019. أشار المركز الإعلامي إلى انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 7.8% خلال الربع الثالث لعام 2019، فيما تطرق الإنفوجراف إلى تحسن أداء الاستثمار في مصر، مشيرا إلى استمرار مصر في صدارة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من 2019. أكد وزير المالية دكتور محمد معيط صلابة الاقتصاد المصري رغم التباطؤ العالمي للاقتصاد والتجارة الدولية وزيادة توتر الاقتصاد العالمي، بما يعكس نجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي في تحقيق النتائج المستهدفة. أضاف معيط أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي ما زالت تحظى بإشادات دولية، وقد جاء تقرير مؤسسة ستاندرد أند بورز في تقييمها السيادي للاقتصاد المصري بالإبقاء على درجة B مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، ليمنح الاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة تفتح آفاقا أوسع للاستثمارات الأجنبية خلال عام 2020. قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي إن قطاع السياحة يساهم بدور كبير في دعم الاقتصاد المصري، مشيرا لأكسترا نيوز إلى وجود 5 مبادرات لدعم هذا القطاع بما في ذلك المتعثرون. السياحة أكتر واحدة استفادت في مبادرة متعثرين لأنه عنده مبادرتين. المبادرة الأولى اللي هي كنا عاملينها لجميع القطاعات، اللي هو لو رصيده المدين في البنك 10 مليون فهم استفادوا، وعملنا لهم واحدة كمان لو رصيده في البنك الواحد أكتر من 10 مليون إلى ما لا نهاية. فالسياحة اتعمل لها 5 مبادرات، واحدة ب50 مليار اللي هي التجديد، 2 للمتعثرين المستفاد مع اللي هي على جميع القطاعات، مستفاد باللي هي الأخرى ليه اللي هي لو المديونية أكتر من 10 مليون إلى ما لا نهاية. استفاد إن احنا مدينا المبادرة اللي هي ما يحصلوش إعادة تصنيف للشركات، واستفاد الموظفين اللي بيشتغلوا في السياحة. فحقيقة لأن السياحة برضو خلينا زي ما بقول احنا بنتكلم على ميزان مدفوعات، السياحة مؤثرة جدا. يعني النهاردة السياحة في 2019 يعني رجعت لأكثر من عملت إيرادات 2010 12.6 مليار. قال وزير النقل كامل الوزير إن العمل يجري على قدم وساق لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية كافة، حيث يتم حاليا تنفيذ مشروعات في مجال السكة الحديد ب 86 مليار جنيه. جاء ذلك خلال افتتاحه محطة سكة حديد بورسعيد بعد الانتهاء من تطويرها بتكلفة تقدر ب 83 مليون جنيه، حيث وجه الوزير بتركيب لوحات رقمية إرشادية لمواعيد قيام ووصول القطارات وتعميم هذه اللوحات في كافة المحطات الرئيسية والمركزية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل حصول الركاب على التذاكر. قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن تفعيل مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس السيسي تسير بمعدلات مرتفعة. وأضاف في تصريح خاص لأكسترا نيوز خلال زيارته لأسوان أنه تم توفير فرص عمل للشباب وذوي الهمم من الجنسين، إضافة إلى توزيع 2000 شهادة أمان على العمالة غير المنتظمة في المحافظة.
زيارة لمحافظات الصعيد بتركز على المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللي بنحاول بقدر الإمكان أن تمسها القوى العاملة من كل الجوانب، من حيث العمالة غير المنتظمة، من حيث ذوي القدرات، من حيث أيضا توفير فرص تدريبية وفرص عمل لأولادنا وبناتنا. بالتأكيد احنا النهاردة واحنا في أسوان يعني عندنا أيضا عقود عمل لذوي الهمم أو ذوي القدرات الخاصة، وأيضا عندنا يعني ما يوازي أكثر من 2000 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة على توزيع على المرأة المعيلة بعض المستلزمات. أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي عن تحويل مبلغ 350 مليون جنيه كدفعة أولى من المخصصات المالية لمشروعات مبادرة حياة كريمة، والتي سيتم تنفيذها في 143 قرية بالمرحلة الأولى في 11 محافظة، حيث سيتم تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية في القرى الأكثر احتياجا. وقال شعراوي أنه من المقرر أن تتم إتاحة 280 مليون جنيه خلال الأسبوع الجاري كدفعة أولى لمشروعات الصرف الصحي والمدارس لجهات الإسناد المركزية. أطلق المعهد القومي للإدارة فعاليات برنامج القيادات النسائية الإفريقية لنحو 94 سيدة من 35 دولة في القارة. يهدف البرنامج إلى تمكين المرأة في مختلف الدول الإفريقية وإنشاء شبكة إفريقية متطورة من القيادات النسائية، إضافة إلى تنمية مهارات الإدارة العليا للمرأة في القارة وتعزيز معرفة القيادات النسائية حول أفضل الممارسات في الإدارة العامة. في الحقيقة هي أول مشاركة لي في مثل هذه الدورات لتنمية القدرات النسائية، وأعتبر أنها من أهم الدورات التي ستساهم في تنمية القدرات النسائية، وأنا متأكدة أن النساء اكتسب خبرة أكثر بالمشاركة في هذه الدورة، وستؤثر أكيدا على المستوى الشخصي والعملي كذلك. أنا شايفة أن البرنامج ده لأول مرة يعني يضم كل دول إفريقيا في حتة واحدة، وأكيد الاستفادة كبيرة لأنه البرنامج بيهدف إلى بناء قدرات المرأة الإفريقية، فإحنا المستقبل وإحنا الحاضر والمستقبل، فإحنا محتاجين نبني إمكانياتنا القيادية أكثر. أكد المشاركون في ندوة دور الأحزاب السياسية في التثقيف والتوعية بقضايا الشأن العام ضرورة توعية المواطنين بقضايا الوطن والتحديات التي يتعرض لها وحماية الشعب من الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب. كما شدد المشاركون في الندوة التي انعقدت في مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط على ضرورة إيصال الصورة الحقيقية للمواطن وتشكيل وعيه لتمييز المعلومات الصحيحة عن الدسائس. طبعا يعني نبراسا لتوجيه وحديث فخامة الرئيس عن الشأن العام والتوعية بالشأن العام، وكمان الرؤية عن التحديات الوطنية اللي موجودة وكيفية التحدث ومن له المعرفة كي يتحدث في الشأن العام. في الحقيقة الحوار المجتمعي من خلال هذه الندوات هو الحقيقة، لأن كبار السياسيين وكبار المثقفين الموجودين بتعددات مختلفة آرائهم هتكون يعني سديدة في إن احنا نجمع كل هذه المنابر وكل هذه الأحاديث والعصف الذهني في موضوع كبير ومهم هو الشأن العام. قضية الوعي هي غاية في الأهمية، تسليح المواطن بالمعلومة الصحيحة وعدم استجابته للإشاعات، والإشاعات أصبحت أداة من الأدوات التي يستخدمها أعداء هذه الأم من خلال تكنولوجيا العصر واستخدام النت والمواقع في نشر معلومات قد يظن البعض أنها معلومات موثقة كونها منشورة من خلال وسائل الإعلام. الحقيقة هذه القضية هي مسؤولية المجتمع المصري بجميع مؤسساته، كما كنا نتحدث الآن يعني من داخل تلك الندوة أن المسؤولية تقع على الجميع، تقع على الأب والأم والكنيسة والمسجد والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة بالكامل، وتقع أيضا على الإعلام. كل معلومة بتجينا لو معلومة عن إنجاز الدولة عملته
أو عن تصحيح لإشاعة معينة، لا، الأحزاب قادرة وبتقدر توصلها عن طريق ندوات، عن طريق أعضائها في جميع مراكز مصر. الكلام ده بياخد تكامل مفروض بين الأحزاب وبين الوزارات، والحقيقة ده اللي موجود دلوقتي. يعني ما بقاش زي زمان انك عشان تاخدي حاجة او تاخدي معلومة او مقابلة مع وزير او وزارة مشكلة، ما بقتش مشكلة الحقيقة يعني، واكيد الناس حاسة بكده. انما القصة بتتطور بسرعة قوي، اللي زي ما بنقول كده السوشيال ميديا بقى قصة كبيرة جدا، مجال واسع قوي. عشان تردي وعشان توعي شباب القصة ما بتتاخدش بالطريقة التقليدية مفروض، لا، انت لازم عشان انا دايما بقول عشان تكلمي الشباب انزلي لعقل الشباب. وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، حيث أسفر جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. تواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها، وعلى مدار أسبوع حققت أجهزة الوزارة نتائج إيجابية في كافة مجالات العمل الأمني. ففي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 259,750 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 42,480 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و472 مخالفة قيادة تحت تأثير المخدر. في مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 3,080 قضية ومخالفة في مجالات الحفر والتنقيب عن الآثار وحيازة قطع أثرية والإتجار فيها ومخالفات الشركات السياحية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية في أسبوع عن ضبط 7,278 قضية تمونية متنوعة، من بينها 60 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 5,077 اسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم فيها ب 685,395 جنيها، وضبط 17 قضية مواد بترولية لبيعها في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 127,665 لتر مواد بترولية، إضافة إلى ضبط 7,201 قضية تمونية بمضبوطات وزنت 986 طن و135 كيلو سلع غذائية وتموينية، من بينها قرابة 251 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و45 طن و105 كيلو سلع تموينية مدعمة لبيعها في السوق السوداء. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية 60,766 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 45,350,410 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 942 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة مالية بلغت 2,811,634,810 جنيها، ومليونين وتسعمائة وتسعة واربعين ألفا وثمانمائة وثمان وخمسين عملات أجنبية مختلفة. جهود أمنية تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لفرض سيادة القانون وضبط الجرائم المختلفة وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. أما الآن مشاهدينا الكرام، ننتقل مع حضراتكم لمتابعة أخبار الرياضة والتكنولوجيا مع ليلى سكافوزي.
إليك ليلاس. شكرا لك دينا، والشكر طبعا موصول للزميل شادي. وأهلا بكم مشاهدينا وجولة جديدة من أخبار الرياضة والتكنولوجيا، نبدأها بأخبار الرياضة. اختتم المنتخب الوطني لكرة اليد تدريباته بالمركز الأولمبي بالمعادي استعدادا للسفر غدا الاثنين إلى تونس، وذلك لخوض منافسات أمم أفريقيا المقررة إقامتها خلال الفترة من 16 حتى 26 من الشهر الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. ومن المقرر أن يلعب المنتخب الوطني مع غينيا يوم الخميس القادم، ومع كينيا الجمعة القادمة، والأحد القادم مع الكونغو في الدور الأول للبطولة. حجز فريق بيراميدز تذكرة التأهل لدور الأربعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عبر المجموعة الأولى، وذلك بعد تغلبه على ضيفه المصري بهدفين دون رد في المجموعة الرابعة للمجموعة. ورفع بيراميدز رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة ليضمن التأهل لربع النهائي في أول مشاركة له بالبطولة، كما تجمد رصيد المصري عند 6 نقاط في المركز الثاني. بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم أولى مراحل التدريب على تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، وذلك في الملاعب المصرية، حيث تقام لمدة 2 يوم التجارب الفنية على الملعب الفرعي باستاد القاهرة. يبدأ بعدها الحكام في الخضوع لمحاضرات نظرية حول الأمور المتعلقة بكيفية تشغيل التقنية. تعادل مصر المقاصة مع إنبي بهدف لكل منهما في الجولة 13 لمسابقة الدوري الممتاز، وبهذه النتيجة رفع مصر المقاصة رصيده إلى 11 نقطة، كما رفع إنبي رصيده إلى 17 نقطة. وفي الجولة ذاتها تعادل حرس الحدود مع ضيفي سموحة بدون أهداف، وبتلك النتيجة رفع حرس الحدود رصيده إلى 18 نقطة في مسابقة الدوري الممتاز، كما رفع سموحة رصيده إلى 18 نقطة أيضا. أعلن نادي سموحة تعيين حمادة صدقي مديرا فنيا للفريق خلفا لحسام حسن، ويضم الجهاز المعاون لفريق سموحة كلا من أحمد عبد الفتاح مدربا عاما، وخميس جعفر مساعد، وأحمد ناجي مدربا لحارس المرمى، كما يضم أيضا الإنجليزي واين رايال معدا بدنيا. وسيقود صدقي التدريبات بداية من الثلاثاء القادم استعدادا لمباراة الإسماعيلي في الدوري. خاض فريق الزمالك تدريبات خفيفة استعدادا لمواجهة الجونة يوم الأربعاء القادم في الجولة 13 بالدوري الممتاز. وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيران عدم مشاركة اللاعبين الذين خاضوا مباراة الفريق الأخيرة أمام فريق زيسكو الزامبي، وذلك في الجزء التدريبي الأول من الميرانا، على أن ينتظم الفريق في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بداية من غد الاثنين. ويلتقي وادي دجلة مع ضيفه الإنتاج الحربي غدا الاثنين في الجولة 13 من الدوري الممتاز، ويسعى وادي دجلة لتحقيق نتيجة إيجابية لتعديل موقعه في جدول المسابقة، حيث يحتل دجلة المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط. تغلب مانشستر سيتي على مضيفها أستون فيلا ب6 أهداف مقابل هدف في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، وبتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 47 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 21 نقطة في المركز 18. أعلن نادي برشلونة الإسباني أن نجمه الأوروغواياني لويس سواريز سيغيب حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد إجراه عملية جراحية بالركبة، وسيمثل غياب سواريز ضربة قوية لحظوظ برشلونة في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، خاصة وأن سواريز هو المهاجم الرئيسي للفريق الكتالوني.
حافظت التشيكية كالورينا بليسكوفا على لقب بطولة بريسبين الدولية للتنس، وذلك عقب تغلبها على الأمريكية ماديسون كيز بثلاث مجموعات نظيفة في المباراة النهائية. وبذلك أصبحت بليسكوفا أول لاعبة تحرز لقب بطولة بريسبين الدولية للتنس ثلاث مرات. أحرزت الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز لقب بطولة أوكلاند للتنس، وذلك عقب تغلبها على مواطنتها جاسيكا بيغولا بمجموعتين دون رد في نهائي البطولة. وبهذه النتيجة أحرزت ويليامز أول لقب منذ تتويجها في أستراليا المفتوحة في عام 2017. It's a high-quality shot. It's going to win her a lot of cheap points over the years. And Pegula backs up the break to love. ومن أخبار الرياضة مشاهدينا إلى أخبار التكنولوجيا، حيث أفاد تقرير نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية بأن تطبيق واتساب سيتوقف عن العمل على العديد من الهواتف الذكية الشهيرة الشهر القادم. ووفقا للصحيفة فإن واتساب سيتوقف عن العمل عن ملايين الهواتف الذكية اعتبارا من الأول من فبراير العاملة بنظامي التشغيل iOS وأندرويد. بدأت الصين رسميا تشغيل أكبر تلسكوب بيلتقط موجات الراديو في العالم، والذي تستخدمه في أبحاث الفضاء والبحث عن حياة خارج كوكب الأرض. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن قطر التلسكوب يعادل 500 متر، أي ما يعادل 30 ملعبا لكرة القدم، وهو مثبت على جبل في إقليم قويتشو وذلك في جنوب غرب البلاد، ويعرف أيضا في الصين باسم عين السماء. مشاهدينا نهاية هذه النشرة الرياضية وأخبار التكنولوجيا، وعود الآن إلى زملائي شادي ودينا وإليك شادي. شكرا لك للأس، ولم يتبقى في هذه النشرة سوى تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء. السيسي وميركل يتفقان على ضرورة وقف التدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا. مصابون من الجيش العراقي جراء سقوط صواريخ على قاعدة تضم جنودا أمريكيين في صلاح الدين. فرنسا وبريطانيا وألمانيا يحثون إيران على احترام الاتفاق النووي. إلى هنا نصل لختام هذه الجولة من الأخبار، لكن دوما بإمكانكم متابعة المزيد عبر موقعنا الإخباري extranews.tv. نشكر لحضراتكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.